وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، شاركت وزارة الداخلية أسر شهداء الشرطة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وتوزيع هدايا الرئيس على هذه الأسر. يأتي ذلك تقديرا لتضحية الشهداء في سبيل استقرار الوطن واستمرارا للرعاية المقدمة لهم. رحل الشهداء بأجسادهم وبقيت سيرتهم العطرة في وجدان الشعب المصري الذي يحمل لهم الوفاء والتقدير لما قدموه ليحيى الوطن في أمان واستقرار. الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يحرص على الاحتفاء مع أسرهم بالمناسبات والأعياد، وبمناسبة عيد الفطر المبارك قدم لهم هدايا سلمتها لهم مأموريات وجهتها وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية إلى أماكن إقامة أسر شهداء الشرطة. ويوم عن يوم وانا بكبر بحس بحاجه طول الوقت ناقصاني. كعادة الرئيس يعني عبد الفتاح السيسي، هو كل سنه انا بشوف وبتابع من زمان يعني اهتمامه باسر الشهداء، وكنتش متخيله ان احنا هنكون في يوم من الايام اسره من الاسر ديت، بس يعني طبعا حابين نشكره على اهتمامه، ودايما بيفتكرنا في كل المناسبات وبيبعت هدايا للولاد ولينا. عشان بلدي اللي حبيتها بعمري وروح انا فادتها، مدى الحضن اللي ربى واللي قواني. احنا بنحاول نعدي الايام كده، بس الايام بتبقى صعبه من غير، صعبه جدا. الرئيس عبد الفتاح السيسي الصراحه اقول له شكرا جدا، شكرا ان انت دايما فاكرنا وان انت مش ناسينا. السلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين. دي هديه بسيطه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه عيد الفطر. شكرا. وغصب عننا بضعف، لكن ما تخافش انا هعرف برغم الحزن كمل عمري يا حبيبي. أنا مبسوطة جدا بدخلة الضباط علينا النهارده، وده بالنسبة لنا عيد لوحده، إن هم دخلوا علينا وشرفونا هنا، وإن سيادة الرئيس فاكرنا ومهتم بينا. كل سنة وأنت طيب، ومناسبة الولاية الجديدة ربنا يخليك لينا يا رئيس، وما يحرمناش منك أبدا. أنا وعدتك في وقت البعد أكون جامدة وما ضعفش، وغصب عني أنا بضعف، لكن ما تخافش أنا هعرف برغم الحزن كمل عمري يا حبيبي. شكرا يا سيادة الرئيس على الهدايا اللي انت بتجيبها لنا، وان انت دايما بتفرحنا انا واخواتي، وكل سنة وحضرتك طيب بمناسبة عيد الفطر. ولو سألوك يا حبيبتي في يوم عاني، قولي لهم ان انا ابويا فدا ارضي، جريت على مصر قبل ما حتى تندمي. انا فخورة بيه، انا فخورة بيه والله، بس الصعب بقى الفراق. نشكر دخلة الضباط علينا في العيد، ونشكر السيد عبد الفتاح السيسي ان هو مهتم بنا وبيبعت لنا في كل مناسبه الناس تقدرنا وبتجيلنا، واحنا مش عارفين نقول له ايه اصلا، لان اي شكر مش هيوفى اللي هو بيعمله. انتم ولاد الابطال، وليكم في رقبتنا كل الخير والامان والسلام.